محمدي تأسست في بداية سنة 2008 في منطقة سيدي مومن الحي محمدي، مجموعة خاصة بالمديح والسماع من حسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا فيها أعضاء كثر. حاليا فيها أربعة أعضاء، سي مصطفى سي يوسف وسي إسماعيل النجاحي وهذا العب. مجموعة كباقي مجموعات ديال المديح في المغرب. ربما انتم عارفين هذا الدومين، يعني ما عليهش واحد الاشعاع كبير، ما عندوش مكانه ديالو اللي كيستحق داخل المجتمع ديالنا. يعني كتشتغل في الاعراس، كتشتغل في مهرجانات. المجموعه شاركت في مهرجانات وشاركت في مسابقات رمضانيه اللي كتكون على صعيد الجماعات المحليه، شاركت في مسابقات. الحمد لله. العراقيل اللي كتلقى المجموعه هو في الفضاءات الكبرى. كنقصد يعني باش تشارك في رمضانيات المقاطعات او الجامعات، يعني كاينه صعوبه كبيره باش انك تشارك. يعني خاصك تبذل مجهود اكثر من مضاعف الا بغيتي تنال مكان ضمن الرمضانيات او الربيعيات. الميدان ماشي سهل والميدان عامر، يعني كاين بزاف ديال المجموعات وكاين بزاف ديال الفنانه اللي هما كيسابقوا وكيكونوا سباقين باش انهم كيحجزوا اماكن في الربيعيات وفي الرمضانيات. يعني باش انك تحجز مكان فيهم يعني صعيب، وصعيب بزاف. فتره الكورونا مرت بيضاء، يعني دازت خاويه الحمد لله. يعني ماشي غير حنا، يعني جميع الناس ديال الدومين ديال المديح والسماع يعني عانوا الامرين في فتره ديال الكورونا. يعني ما كاينش العراسات، ما كاينش المناسبات، ما كاين رمضانيات، ما كاين حتى شي حاجه. يعني وخاصه الناس اللي المدخول ديالهم مقترن بالمديح والسماع وبالمناسبات. محمد رسول الله صاحب الرسالة، يا سعد
جل علاه بذكر ربي جل علاه خير نبي فإنه خير
نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الواحد يا ربي لا تهتم بالمديح والسماع والإنشاد الديني تأسس منذ سنة 2008 وحنا تنشتغلوا في الدومين هذا. الحمد لله ركبنا مجموعة من التجارب اللي خلتنا أننا نبصموا نفسنا في الساحة الفنية في الساحة على تراب الدار البيضاء وعلى الصعيد الوطني كذلك. مجموعة الهويام المحمدي هي مثلها مثل كثير من المجموعات على الصعيد الوطني تشتغل في مجال المديح والسماع اللي هو واحد الموروث واحد الفن مغربي اصيل, وكتشتغل كذلك في الانشاد الديني اللي فيه مجموعه من الانواع, مجموعه من الانماط, فيها النمط المشرقي, فيها النمط الخليجي الحجازي اليمني, فيها النمط العراقي, فيها النمط السوري, النمط المغربي الجزائري, النمط الاندلسي, مجموعه من الانماط اللي كتحاول مجموعه انها تشتغل فيها وانها تاديها وتحاول تبرز فيها. لا طبعا احنا في المجموعه كل واحد عنده الاشتغال ديالو الخاص, كل واحد عنده العمل ديالو الخاص. احنا اولا هذه واحد المتنفس للارواح ديالنا والذوات ديالنا, وكذلك هذه موهبه وهوايه كنشتغلوا فيها منذ مده طويله, وكنلقاو فيها الذوات ديالنا وكنلقاو فيها الانفس ديالنا, داكشي علاش كنحاولوا اننا نبدعوا فيها ونقدموا دائما الجديد. بحالنا المجموعه بحال جميع المجموعات في المغرب وعلى الصعيد الدولي كاع, لان الحجر الصحي يترتب عنه حجر منزلي, يعني ما كاينش تجمعات, ما كاينش مجموعه من الاشياء, بالتالي راه الناس ما غاديش يتجمعوا, بالتالي ما كيكونش تدريب, ما يكونش لقاء, ما يكونش حفلات, ما يكونش مناسبات, ما يكونش مجموعه من الانشطه كدار, بالتالي هذا تاثر مباشر المجموعه وسائر المجموعات كتاثر مباشره بعد الفتره ديال الحجر الصحي. ونتمنى ان نرفع لين الله عز وجل هذا الوباء هذا, وان نرجعوا للعمل ديالنا ونرجعوا للاشتغال ديالنا والانشطه ديالنا المعتاده. المجموعه طبعا هي مجموعه اللي تشتغل في المجال المديح والسماع. المجال ديال المديح والسماع إلا بغينا نقوله ماشي مجال الذي يحظى باهتمام واحد الشريحة واسعة من المجتمع, بالتالي يبقى في مخيال ديال الناس أنه مرتبط دائما بالأعراس والحفلات وصافي, يعني بمعنى أن الناس ما تعطيوش ديك الأولوية ديك الاهتمام اللي كتعطى لمجموعة من الفنون الأخرى, بالتالي كتلقى بأنه محدود ومحصور شوية. لكن في الاشتغال ديالنا كنلقاو بأنه بين العراقيل اللي هي كبيرة, يعني الفرصة ديال أنك تشتغل في الفضاءات العمومية. معروف بان المقاطعات وسميتو كيعطيو الفرصه لمجموعه من المجموعات انها تبرز في الانشطه اللي كتنظمها المقاطعات والجماعات, وكذلك بعض الجمعيات ديال المجتمع المدني, وكذلك بعض المؤسسات العموميه والشبه عموميه او الخاصه كذلك. فالولوج لهذه الانشطه هادو كيبقى صعيب شويه, وكيكون فيها بعض المعيقات وبعض العراقيل اللي ما تنقدروش اننا نستافدوا من هاد الانشطه هذه في المجموعه. بمناسبه شهر رمضان كنبغي نقول للمشاهدين الكرام وكافه المغاربه والمسلمين اجمعين شهر مبارك ان شاء الله, الله يعده علينا الله عز وجل باليوم والخيرات والبركات, ونتمنى الله عز وجل انه يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ويرجع لنا الحياه العاديه ديالنا ان شاء الله تعالى. تقبل الله من الجميع, تقبل الله صيامكم وصلاتكم وقيامكم وجميع مناسككم, ورمضان مبارك سعيد للجميع. نبدا بسم الكريم نعمل حي الرزاقي, نطرز حلا من سبها والقولا فهم الغل, هل استمع المحبوب جوارحي سباها حبه.
رمضان مبارك سعيد.